الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن مزيد من الخدمات التي نقدمها في نظام الغذاء الميزان لإخواننا وأخواتنا الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه الخبرة. كما قلنا سابقا أن الدراسات تشير أن الجينات التي تؤهبنا للإصابة بالأمراض ليست هي وحدها مسؤولة عن حدوث المرض، واستدلينا على ذلك بالدراسات التي أجريت على التوائم المتطابقة. هؤلاء توأمين عاشوا في مناطق مختلفة، أحدهما مارس نمط من الحياة صحي وجيد وغذائي ممتاز، وأحدهما مارس نمط حياة صحي سيء وتغذية سيئة، فالذي مارس الحياة السيئة أصيب بأمراض، أما الذي مارس الحياة الصحية الطيبة فلم يصب بأمراض بالرغم أنه الدي ان اي متطابق بينهما. واستدلينا على ذلك أيضا بالناس الذين هم من منشأ ياباني على سبيل المثال. معروف في اليابان أنه هناك لديهم نمط حياة يجعل إصابتهم بالجلطات وتصلب الشرايين قليل جدا جدا جدا. فاليابانيين الذين هاجروا إلى أمريكا حيث نمط الحياة هناك يؤهب إلى نسبة عالية من الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين وجلطات الدماغ وما شابه، بدأت هذه النسبة ترتفع عند هؤلاء اليابانيين لتصبح مثل الأمريكيين، مما يدل على أن نمط الحياة هو الأهم في تحديد حدوث الأمراض. ولذلك نحن نعمل عندما تتواصلون معنا ننصحكم، ويكون ذلك على شكل برنامج متواصل لمدة 6 شهور. يعني يتواصل الشخص يقول طيب أنا عندي مثلا تصلب في الشرايين ماذا أفعل؟ أول شيء ننصحه بمنتجات غذائية صحية عليها دراسات أثبتت أنها فعالة وتساعده، وليس واحدا إنما عدة أنواع. نحن نريد أن نغير نمط حياته، ننصحه كيف يأخذ الطعام بترتيب معين بكيفية معينة بتوقيت معين، فحتى التوقيت له دور في التأثير على التعبير على الجينات، لأن نكتشف أن الأمراض التي نحملها هناك جينات تعبر عن ظهورها، والأطعمة تستطيع أن توقف هذه الجينات عند حدها، فندله على الأطعمة التي أثبتت الدراسات أنها توقف التعبير عن مرضه فيكون مصابا بتصلب الشرايين فيتوقف تصلب الشرايين عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. ونعطيه كثير من القواعد الغذائية على مدى 6 شهور، يعني كلما اتصل فينا ويجد بشكل تلقائي مجرد ما عمل سبسكرايب أو سجل لأول مرة وهو مهتم بهذا الموضوع سيجد سلسلة وموسوعة ضخمة من المعلومات الموثقة علميا والمعروضة بأجمل شكل وبأبسط شكل تصله تباعا بإذن الله
إلى أن يصبح يغير نمط حياته تدريجيا ويحصل على حياة أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ببساطة نستطيع أن نساعدكم ونقدم لكم معلومات تفيد الأشخاص من عمر سنة حتى عمر 100 سنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لنقدم لكم بإذن الله نمطا من الحياة مبنيا على الدليل العلمي ومأخوذ من ثقافتنا، يساعدكم ويحسنكم بإذن الله لتصلوا إلى أفضل مستوى صحي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يفيدنا فيما علمنا. بإذن الله في الحلقة القادمة سنجد مزيدا من التفصيلات في الخدمات التي نقدمها وفي منتجات الغذاء الميزان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتحدث عن مبدأ العلاج بالتغذية حسب نظام الغذاء الميزان وحسب القرآن الكريم. هذا المبدأ قائم على فكرة إنه خلايا الجسم تتغير وتتبدل باستمرار سبحان الله، ونحن نقول هل ترون جسمي هذا؟ هذا الجسم الذي ترونه في لحظة تسجيل هذا الفيلم لم يكن موجودا في معظم خلايا قبل 6 شهور ما عدا خلايا الجهاز العصبي. ونقول لولا أن خلايا الجسم تتبدل وتتغير باستمرار كان بقينا في عمر واحد، يعني 20 سنة على سبيل المثال، لا نكبر، لا نهرم، لا نشيب، لا تبيض شعورنا، لا تظهر البقع البيضاء على جلودنا، وهكذا. ولولا الخلايا أنها تتبدل كان الطفل الصغير لا يمكن أن يكبر، كان يبقى صغيرا على طول سبحان الله. ولولا الخلايا أنها تتبدل كان اللي يكسر عظمه يبقى مكسور للأبد، أو اللي يجرح جرحه يبقى مجروح للأبد، وهكذا. ولكن مبدأ تبدل الخلايا هو الذي يقوم بهذه الوظائف. طيب السؤال الآن، كم خلية من خلايا الجسم تموت يوميا؟ يموت في الجسم يوميا 80 مليار خلية، ليس مليون، 80 مليار خلية. يعني مثلا شعرة واحدة سقطت من الرأس، هذه الشعرة التي نستهين فيها 1,000,000 خلية. اللي ما عنده تساقط شعر في اليوم يسقط في رأسه 100 شعرة يوميا، يعني 100 مليون خلية. طبعا هذا غير توسفات الجلد، غير ما يخرج من الأمعاء مع البول مع الخروج إلى آخره. طيب هذه الخلايا التي تموت يوميا أين تذهب؟ أي خلية تخرج من الجسم سواء نزلت العفو في التراب أو في المجاري، تقوم بكتيريا التراب والمجاري بتحليلها وتفكيكها إلى عناصرها الأولية، يعني بيطلع منها الصوديوم، البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الكبريت، يعني عناصر التراب التي خلقنا منها أول مرة. أعطيكم مثال، تخيلوا إنسان مات ودفناه. طب ماذا يحدث لو فتحنا قبره بعد 5 سنوات مثلا؟ أين هو؟ أين كبده؟ أين طحاله؟ أين قلبه؟ أين شرايينه؟ أين دمه؟ بلا شك تجد في داخل الكفن تراب، تماما بنفس الطريقة التي تحدث للخلايا التي تخرج من جسمنا. إذن أي خلية تموت في جسم الإنسان سواء مات الجسم ككل أو خلية لوحدها ماتت وخرجت من جسم الإنسان تتحلل. إذن اليوم وكل يوم وكل يوم وكل يوم نحن نفقد 80 مليار خلية بعناصر التراب الخاصة بها. السؤال، من أين سنعوض؟ المنطق يقول أننا يوميا يجب أن نحضر طبق من التراب ونأكل هذا الطبق، ولكن سبحان الله حتى لو فعلنا لن نستفيد. لماذا؟ لأن الكيمياء الخاصة بالتراب هي من مستوى تنظيمي منخفض، في حين أن الكيمياء الحيوية التي تعمل على مستوى خلايا جسم الإنسان هي في أعلى مستوى تنظيمي. الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك نجد أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق لنا طعاما، هذا الطعام يخرج من الأرض التي خلقنا منها، فيه نفس عناصر التراب التي نحتاجها من أجل بناء وتجدد الخلايا. والله سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا إلى ذلك في القرآن، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. ماذا نرى يا رب؟ قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها، أي في هذه الأرض، حبا
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ليش؟ لأنه الأنعام أيضا خلقت من تراب. ولذلك كان نداء الأطباء والعلماء دائما أنه يجب أن يكون طعامنا موزون وغذائنا متوازن وأكلنا موزون. موزون يعني ماذا؟ موزون ببساطة حسب تعريف الغذاء الميزان هو يحتوي على نفس العناصر التي تحتاجها خلايا الجسم ونفس أنواع هذه العناصر بنفس المقدار من أجل أن تبني خلاياها وتقوم بوظائفها إلى آخره. ولكن للأسف يكفي أن تعرفوا أن طعامنا الآن غير موزون لأنه فقد النوع وفقد المقدار من هذه العناصر التي نحتاجها. يكفي أن نعرف أن إضافة السماد الكيماوي على التربة، فقط السماد الكيماوي، أنا لن أتحدث عن التلاعب بالجينات أو إضافة المبيدات الحشرية أو إضافة الهرمونات، أنا فقط سأتحدث عن إضافة السماد الكيماوي على التربة. هذا السماد الكيماوي بشكل مختصر مفيد، لأنه في الحقيقة أنا سأشرح هذا الموضوع بشكل مفصل كبير في القسم التفصيلي من هذا الموضوع والمبدأ الأول من علاج بالتغذية. السماد الكيماوي يقتل دودة الأرض وبكتيريا الأرض ويزيد حموضة الأرض ويساهم في منع وتثبيط فطريات الأرض، هذه المخلوقات التي تساهم في الدورة التكاملية الطبيعية الخاصة بالنباتات. وذلك عندما نفقد هذه الكائنات العضوية ونفقد التوب سويل اللي هي التربة الزراعية تدريجيا بسبب الاستخدام الجائر للسماد الكيماوي، هذا سيؤدي إلى فقدان كمية هائلة من العناصر، قد تصل إلى 11 عنصر من العناصر في غذائنا. وهذا ما قد يفسر لماذا ثمارنا وخضارنا وفواكهنا الآن بلا طعم ولا نكهة ولا رائحة. المشكلة إنه هذه مش بس طعمة ونكهة ورائحة، هذه عناصر حقيقية تحتاجها خلايا الجسم في بناء الجسم وفي أداء وظائفه وتفاعلاته الكيميائية على أتم مستوى ولم تعد موجودة. طيب الآن سبحان الله نحن نجد أنه بدنا نتخيل مع بعض أنه هناك نقص في العناصر في أجسام كل الناس في أعضاء كل الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته خلق الأعضاء نوعين قوية وضعيفة. ماذا يعني عضو قوي؟ العضو القوي هو عضو لا يحمل جين ولا استعداد وراثي ولا قابلية خلقية للإصابة بمرض ما. أعطيكم مثال، شخص مدخن يدخن من حوالي 60 سنة، عمره الآن 80 سنة، ولم يصب لا بسرطان الحنجرة ولا سرطان القصبات ولا سرطان الرئتين ولا النفاخ الرئوي ولا الربو ولا أي داء من أدواء الرئة الانسدادية. هل يعني هذا أن التدخين لا يضر؟ بلى يضر وضررا شديدا، ولكن هذا الرجل في رئتين لا تحتوي على جين ولا استعداد وراثي ولا قابلية خلقية للإصابة بمرض ما، ولذلك حتى لو نقصت العناصر في غذائه فهذا الشخص لن يصاب بالمرض وسيعيش ويموت والرئتين عنده قوية. ونفس الطريقة حتى المرضى، يعني من كان يعاني من القولون العصبي أو يعاني من حساسية في الأنف أو حساسية في الصدر أو اكتئاب، هذا لا يعني أنه كل أعضاءه مريضة، هناك بعض الأعضاء قوية بدليل أنه بالرغم من وجود نقص عناصر كبير في غذائه ولكن هذه الأعضاء ما زالت تعمل بشكل جيد ولم نشتكي من هذه الأعضاء. طيب ماذا يحدث عندما يكون هناك عضو ضعيف؟ العضو الضعيف هو العضو الذي يحمل الجين أو استعداد وراثي أو استعداد خلقي للإصابة بمرض ما. ببساطة نقص العناصر سيفضح هذا الجين وسيكشف هذا الجين، ومن ثم سبحان الله يبدأ المرض عنده بالظهور. وكلما مر زمن أطول زاد نقص العناصر أكثر وأكثر وتفاقمت المشكلة أكثر وأكثر وأكثر. ونحن نرى هذا في الحقيقة عند مرضى السكري. يأتي مريض السكري يقول دكتور والله أنا يعني قبل 30 سنة عندما بدأ معي السكري كنت أخذ نص حبة دواء فقط والسكري كان مضبوط والأرقام ممتازة، الآن أنا أخذ 6 حبوب في اليوم وأخذ أنسولين وأنواع مختلفة ومنظم ورافع وإلى آخره ومع ذلك السكري غير منضبط. نقول نعم، كلما مر زمن أكثر ونحن نعتمد على نفس الطعام منقوص العناصر نوعا وكما كلما تفاقمت المشكلة في خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين وفي التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تنشط البنكرياس وتنشط الاستفادة من الأنسولين واستفادة مستقبلات الأنسولين للأنسولين.
وتتفاقم المشكلة مع الزمن وهكذا. طيب ماذا نفعل الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحدثكم اليوم عن فكرة كيف قمنا بالصناعة وكيف أخذت كيفية صناعة منتجات الغذاء الميزان من القرآن الكريم. أولاً، تشير الدراسات إلى أن خلايا الجسم تتغير وتتبدل باستمرار، لدرجة أنه نفقد في الثانية الواحدة حوالي 3 مليون خلية. يعني ريثما أتممت هذه الجملة، ربما فقدت أنا أكثر من 30 مليون خلية في داخل الجسم. وتشير الدراسات أن الخلايا التي تفقد في اليوم تصل إلى 80 مليار خلية، وهذا رقم كبير. طبعا جزء من الخلايا يتفكك في داخل الجسم، ولكن جزء الآخر يخرج من خارج الجسم، مثل تساقط الشعر وتوسفات الجلد وما يخرج مع البول والخروج إلى آخره، كل هذه تخرج إلى خارج الجسم. فمن أين علينا أن نعوض؟ الجواب الصحيح، يجب أن نعوض من الطعام. من أجل هذا كان على الطعام أن يكون موزونا في أنواع العناصر الذي تدخل إلى داخل الجسم وفي مقدار هذه العناصر، حتى تكون ملائمة لبناء وتعويض كافة الخلايا التي فقدت في الثواني والدقائق والأيام والساعات. من أجل هذا بدأنا نحن بإنشاء صناعة، موقنين أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومن ثم تكامل عناصره وتناسق عناصر جسم الإنسان وتفاعلاتها الكيميائية التي تتم على أحسن تقويم، يجب أن تتم من مصدر مشابه لمصدر خلق الإنسان. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض وضعها للأنام. هذه الأرض موضوعة للناس. لماذا؟ هل من أجل أن نستخرج بترول؟ قال: لا، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ونفاجئ أن بعدها بآية قال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ليشير أن عناصر التراب التي تخرج في الأطعمة مثل الفاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان هي السبيل الصحيح لتعويض هذه العناصر والخلايا التي تؤخذ من طعامنا. ففكرنا كيف يمكننا إنشاء صناعة تحتوي على الطعام ذو العناصر الموزونة، فجاءت الفكرة من اتباع الآية الكريمة: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هذه الأرض بما فيها من عناصر، بنسب العناصر، بتكافؤ هذه العناصر، بتفاعلاتها في داخل الثمر، هي موزونة بهذا الشكل. أما إذا تدخلنا فيها صناعيا بالتلاعب بجيناتها أو هرموناتها أو إضافة السماد الكيماوي الذي أثبت الدراسات أنه يفقد حوالي 11 عنصر من عناصر التربة، فإن ذلك سيؤدي إلى خلل في توازنها. ليس هذا فقط، إذا جئنا بالثمرة أو العشبة واستخلصنا جزءا منها وتركنا أجزاء، فهذا سيفقد التوازن تبعها. وهذا ما نراه في صناعة الأدوية. هذه الأدوية تؤخذ عادة من الأعشاب. مادة الثوجون الموجودة في الميرمية مادة سامة، ولكن عندما تكون في داخل الميرمية تكون مادة متوازنة وموزونة، وتكون الميرمية ككل ليس لها أي تأثير جانبي ولا أي تداخل دوائي. من هذا الفكر ومن هذه الدراسة ومن هذا المبدأ وضعنا نظاما معقدا دقيقا جدا بالتعاون مع 3 من أساتذة الجامعة الأردنية، ووضعنا بذلك نظام الايزو 22000-2005، واحد من أعلى الأنظمة الغذائية الصناعية على مستوى العالم، ونحرص فيه في الحفاظ على العشبة من لحظة زراعتها حتى لحظة استخدامها، بحيث نحافظ على كل مكوناتها، مطبقين بذلك المبدأ الذي يقول from farm to fork، يعني من المزرعة إلى الطاولة أو إلى المائدة. ومن ثم أنشأنا نظاما لعملية الزراعة، ما هي المواصفات الزرع، كيف يجب أن يكون طبيعيا، ألا نستخدم أي مواد صناعية في عملية الزراعة حتى يخرج موزونا من الأرض، كيف يمكننا
أن نقتطف الأجزاء الفعالة من الثمرة أو الأجزاء الفعالة من النبتة. إذا كانت فعاليتها في الزهور أخذنا الزهور، إذا كانت فعاليتها في الجذور مثل الزنجبيل أخذنا الجذور، إذا كانت فعاليتها في السيقان أخذنا السيقان، وإذا كانت فعاليتها في الأوراق أخذنا الأوراق. وحتى طريقة الاقتطاف لها أسس وعلم نحافظ فيها على المكونات، وعندما ننقلها إلى المصنع يجب ألا تتعرض لضوء الشمس، ولذلك حفظنا منتجاتنا في زجاجات عاتمة تمنع دخول الشمس الذي يخرب كثير من المواد الفعالة بداخلها. وليس هذا فقط، يجب أن نحفظها من الأكسجين، ومن ثم وضعناها في أكياس، هذه الأكياس تمنع دخول الأكسجين الذي يؤكسدها ويؤكسد كثير من المواد الفعالة فينقصها. وليس عندنا مخزون، يعني نحن لا نصنع ونضع في المستودع، نحن نصنع يوما بيوما وأسبوعا بأسبوع حسب الطلب. يعني من أراد أن يأخذ منا منتجات نقول له انتظر حتى نصنعها لك ثم نعطيها لك. لماذا؟ لأنني لا أريد أن يتغير تركيب هذه العشبة ويتأثر مع طول التخزين وطول الزمن. ولذلك سبحان الله وجدنا أن هذه المنتجات فعالة جدا، وكثير مما حاولوا تقليد هذه المنتجات فشلوا فشلا ذريعا، لأنهم لم يعرفوا أن مبدأ صناعتها مأخوذ من القرآن العظيم، وأننا حتى فهمنا هذه الآية وظفنا أعلى الكفاءات العلمية بكل خطوة من خطوات التصنيع حتى وصلنا إلى هذه الدرجة بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في نقطة أخرى سأحدثكم عن مزيد من الميزات لمنتجات الغذاء الميزان، فتابعونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.